ومن الجزائر ينضم إلينا الكاتب الصحفي عبد الحكيم أسابع. مرحبا بك معنا في العاشرة. لماذا عادت في الأونة؟ أسعد الله مساءكم. شكرا لك. لماذا يعني عادت في الأونة الأخيرة ممارسات التضييق على عمل الصحفيين في الجزائر، بل حتى والاعتداء عليهم في بعض الحالات؟ أعتقد سيدتي أن ما جاء في تقرير المنظمة العالمية للصحفيين فيه مبالغة بعض الشيء. لا يمكن الحديث عن يعني تضييق ممنهج أو منظم على حرية الصحافة في الجزائر، فالصحفيون ومراسلو وسائل الإعلام العربية والأجنبية يمارسون نشاطهم بكل حرية في وسط الحراك وفي خارج الحراك الشعبي. فعلى مدى الأسابيع 33 الماضية، أي منذ 22 فبراير الماضي، صحيح وقعت أخطاء، وقعت تجاوزات، لكن لا يمكن وصفها بالتضييق على يعني الممارسة الإعلامية. ما جرى الحديث عنه في تقرير هذه المنظمة هو الإشارة إلى حبس زميلنا سفيان مراكشي، زميلنا الذي نتأسف بحرقة لدخوله إلى السجن. ومحضر الاتهام كما يعلم الجميع مرتبط ب أو كما جاء في المحضر طبعا بتجاوزات قانونية يكون قد يعني ارتكبها زميلنا خلال ممارسته لعمله. فالزميل سفيان مراكشي الذي نحترمه ونتمنى له مرة أخرى أن يطلق سراحه وأن يعني يخرج يعني سالما غانما كما يقال، يكون هو معروف بأنه صحفي معتمد لدى قناة الميادين، لكن حسب المحضر فقد يعني قام بإدخال يعني معدات وأجهزة للبث خارج، يعني لم يصرح بها، كما أنه يقوم بممارسة نشاطات وخدمات إعلامية، وربما يقدم أو ضبط متلبسا يعني بتقديم خدمة البث المباشر لبعض القنوات من بينها قناة ممنوعة في الجزائر. فلا أعتقد أن هناك، أنا لا أتهم زميلي هنا، لا ألقي في هذا التحليل بالتهمة عليه، وإنما أؤكد أنه لا يوجد بلد في العالم يسمح لأي صحفي معتمد في مؤسسة إعلامية. طيب سواء أستاذ، في الولايات بغض النظر المتحدة أو في بغض النظر أو في عن أي بلد عن حالة سفيان مراكشي، عمل لفائدة هناك تضييق على الصحفيين والاعتداء عليهم، من بينهم يعني زميلنا محمد جرادة مراسلنا مراسل قناة الحرة في الجزائر، اعتدي عليه يوم السبت الماضي. نعم، وقعت هناك تجاوزات وأخطاء وربما توقيفات يعني لمدة زمنية متفاوتة من أجل يعني تحرير محاضر حول وقائع معينة، وكنا قد نظمنا منذ الأسابيع الأولى للحراك، وأنا شخصيا كنت شاركت يعني في وقفة احتجاجية نطالب فيها بضمان الحماية للصحفيين، وقد وعدتنا السلطات الأمنية في الجزائر بأن تعمل ما طيب في يعني أليس غريب يعني الحرية ولمنع هذا التناقض؟ يعني قائد أركان الجيش وفي أكثر من مناسبة دعا الصحفيين إلى نقل نبض الشارع، وهذا ما يفعله الصحفيون. يعني ما الذي يجعل قوات الأمن تتعامل بعنف معهم ومن يعطي لهم الأوامر حتى بذلك؟ لا أعتقد أن هناك ما يعطي أوامر يعني فوقية لقمع الصحفيين، لأننا كلما نتصل بالجهات الأمنية المعنية عندما نقع يعني أقع أنا أو غيري يعني تحت طائلة تجاوزات، فتقوم تلك الجهات الأمنية بفتح تحقيق وتقدم وعودا والتزامات للصحفيين بأن لا تتكرر هذه التجاوزات. فأنتم تعلمون هناك شحن كبير في وسط الحراك الشعبي، كل طرف يتعرض للشحن، وبالتالي فهناك في بعض الأحيان تفلت أعصاب بعض أعوان الأمن، كما تفلت أعصاب بعض يعني المشاركين في المسيرات السلمية، ويقع ما يقع. وعادة ما يدفع الصحفي
يعني الفاتورة، فاتورة هذا الشحن وهذا التدافع وغيره. طيب بعد يعني بعد التجاوزات الأخيرة وهذا البيان خاصة، هل سيكون لبيان الاتحاد الدولي للصحفيين وكذلك بيان جمعية الصحفيين لولاية الجزائر وقع على السلطات؟ يعني هل في رأيك سيتم اتخاذ ما يلزم لتفادي اصطدام قوات الأمن مع الصحفيين في المستقبل؟ نعم، السلطات الجزائرية دائما تعد بأن تعمل، السلطات الجزائرية سواء ممثلة في الأجهزة في السلطات الأمنية أو في السلطات العمومية دائما تعطي ضمانات، ويعني آخرها الضمانات التي قدمها وزير الاتصال الجزائري الذي دعا الأسرة الإعلامية في الجزائر سواء الإعلاميين الجزائريين أو الإخوان والأشقاء والأصدقاء المراسلين للقنوات والجرائد الأجنبية، دعا إلى ممارسة الإعلام موضوعي مبني على معطيات وعلى وقائع دون شحن ودون يعني دعوة إلى تأليب الرأي العام أو غير ذلك، لأن بعض القنوات يعني وعلى قلتها لحسن الحظ تعمل على صب الزيت على النار، وأحيانا تأتي بوقائع لا نجد لها مكانا يعني في وسط الحراك، وتمنح الميكروفون لبعض الأطراف المشبوهة لتدلي بدلوها وبأشياء لا يصدقها العقل. لذلك فإن هناك يعني دعوة من السلطات العمومية في الجزائر، لا سيما الجهة الوصية على الإعلام وهي وزارة الإعلام، بضرورة تحري الموضوعية والمصداقية في نقل الحقيقة ليس إلى المواطن الجزائري فقط وإنما إلى العالم أجمع. ونحن نعرف، وأنا من المؤمنين بنظرية المؤامرة، هناك أطراف تدعو حتى عبر وسائل إعلام معينة إلى يعني تصعيد، لكن يبقى هذا لا يبرر يعني قمع على الصحفيين وإلى مزيد من تعفين الوضع. يعني ماذا عن ترسانة القوانين؟ ونحن دائما أختي الكريمة، نعم هناك يعني ترسانة من القوانين الجزائرية التي تحمي حرية ترسانة القوانين أستاذ التي تنظم العمل الصحفي في الجزائر، يعني ألا تحمي الصحفيين في حالات الاعتداء عليهم يعني سواء من قوات الأمن أو من أي طرف آخر؟ نعم نعم القوانين تحمي الصحفيين، ونحن نطالب الآن بإعادة مراجعة المنظومة التشريعية الخاصة بالممارسة الإعلامية في الجزائر من أجل أولا ضمان حماية أكبر للصحفيين، ومن أجل حماية حرية التعبير ورفع سقف حرية التعبير وحرية الصحافة في الجزائر وعدم التعرض للصحفيين. أنوه هنا إلى أن الصحفيين خلال السنوات الأخيرة تمكنوا يعني من الحصول على بعض المكاسب، من بينها رفع التجريم على العمل الصحفي، لم يعد هناك صحفي جزائري يدخل السجن بسبب أخطائه المهنية وإنما يتعرض لغرامات. كما تعلمون أن بين المكاسب أيضا هو فتح يعني بمناسبة صدور قانون الإعلام لسنة 2012، يعني تم فتح المجال الإعلامي، وهناك الآن زخم كبير في الساحة الإعلامية، في الحقل الإعلامي الآن يعد يعني بضعة عشرات من القنوات ومن الجرائد الإلكترونية ومن المواقع الإلكترونية وما لا يقل حاليا على 80 يومية تصدر بالجزائر، وقد كان قد ارتفع العدد يعني في السنوات الأخيرة إلى 160 يوميا. هناك تخوف يعني في الجزائر بعد حراك 22 فبراير الذي حرر الجزائريين وكسر يعني حاجز الخوف لديهم، أليس هناك يعني تخوف الآن من أن يكمم التضييق على عمل الصحفيين أفواههم وبالتالي التحكم في المعلومة والسير بها في الإطار الذي تريده السلطة؟ لا يمكن أبدا. هناك يعني الكثير من المنظمات المهنية والنقابات التي تعمل على ترقية أو الدفع نحو تحسين الأداء معذرة نحو تحسين الأداء الإعلامي وضمان حماية أكبر للصحفيين، وصفوف الصحفيين تتعزز يوما بعد يوم بهذه التنظيمات وبهذه النقابات وفي حوار مباشر مع السلطات المعنية لا سيما وزارة الاتصال، وفيه وعود من الوزير الحالي وزير الحكومة يعني حكومة تصريف الأعمال الحالية بأنه يجري
حاليا مراجعة قانون الإعلام وبهدف ضمان طبعا الاستجابة لمختلف الانشغالات ومختلف متطلبات العمل الإعلامي العصري الذي يشهد زخما كبيرا كما قلت، سواء في العناوين، في القنوات، في الجرائد الإلكترونية وغيرها. ونحن نلمس يعني في خلال ممارستنا بأن هناك نية صادقة وفيها الآن ورشات عمل على مستوى الوزارة، كما أن هناك يعني هذه المنظمات المهنية وهذه النقابات تقوم يعني برسم خارطة الطريق لممارسة العمل الإعلامي في المستقبل وتقديم اقتراحاتها ومشاريع وخطط إلى غير ذلك. أشكرك الكاتب الصحفي عبد الحكيم أسابع، كنت معنا مباشرة من الجزائر. نددت منظمة العفو الدولية أمنستي انترناشونال باستخدام برنامج معلوماتي تجسسي لملاحقة مدافعين عن حقوق الإنسان، وأشارت المنظمة